إذن مشاهدين الأعزاء ومتابعين الكرام، انتقلنا من أشواط سباق الشندقة لنبدأ مع أول أشواط سباق الحلفة، وينطلق الشوط الأول ضمن سباق الحلفة ونسير يليبي نحو المقدمة ونحو الصدارة ونحو المركز الأول في هذه اللحظات. وهنا في مقدمة الشوط نتابع في صدارة هذا الاندفاع، هناك من يحمل رقم اللي على المقدمة التماس سلطان بن عبد الله المسافري في مقدمة الشوط، بينما المركز الثاني وصلت لوضة لراشد بن محمد بشاوي لغفلي، بينما في المركز الثالث هذه إيلان الشاهينية سيف بن علي بن مطر بن حفشة الاكتفي، بينما ناخذ اللي تقدمت إلى المركز الرابع، وفي المركز الرابع الشبابية منصور بن محمد بن ثاني بن قطامي السويدي، بينما في المركز الخامس هذه القادمة الشاهينية سالم بن محمد بن سالم المدوشي، هذا اللقلق يتقدم في هذه اللحظات، لكن نعود للمقدمة، نعود للصدارة إلى المركز الأول في هذه اللحظات. هذه التماس، التماس في مقدمة الشوط، مسيطرة في مقدمة الشوط سلطان بن عبد الله المسافري في مقدمة الشوط يعلن تواجده، بينما في المركز الثاني، في المركز الثاني وصلت وتقدمت الان هذه الان لوضه راشد بن محمد بشاوي الغفلي في المركز الثاني، بينما في المركز الثالث، في المركز الثالث اللي تقدمت هذه الان الفايده تقدمت منصور بن غرير بن محمد الاكتبي، لكن نعود بن غرير الاكتبي، ولكن نعود الى مقدمه الشوط مع التماس سلطان بن عبد الله المسافري، المسافري ينتزع الفوز، مشكور يا كابتن الطياره مشكور. المركز الثاني وصلت اللي هي الان بيه لسعيد بن هو مشاهدينا الاعزاء. في المركز الثاني من كان الوصول؟ عطنا يا محمد. المركز الثاني، المركز الثاني من وصلت ايها الاخوه الكرام؟ المركز الثاني وصلت لوضة لراشد بن محمد بشاوي الغضلي، المركز الثالث كان الوصول من الفايدة لمنصور بن غرير بن محمد الاكتبي. هذه النتيجة للثلاث المراكز الأولى. التوقيت الزمني عطنا دقيقتين 14 ثانية. تهانينا وناموس للجميع.